رايق مساء الفل. طيب من برضو الجزائر معانا الناقد الرياضي محمود شوقي، يقول لنا الاجواء وايه اللي حصل في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء الاهلي وفاء الصيف، وعلى اثره وصل النادي الاهلي للمباراه النهائيه لمواجهه الترجي التونسي عشان يتكرر سيناريو 2012 باذن الله تعالى وياخد الاهلي البطوله التاسعه ان شاء الله الرحمن. محمود او استاذ محمود مساء الفل. مبروك علينا كلنا، مبروك علينا كلنا. قول لي الاجواء بعد اللقاء على طول، مين عملوا ايه، راحوا المؤتمر الصحفي، رشيد الطوسي قال ايه في اللقاء في المؤتمر؟ انا كابتن سيد لعبتنا بتصعد الاتوبيس بتغادر استاد 8 مايو بالسويس، كنت بتغادر فورا الحال استاد الاتوبيس فورا تكلمك، لكن عايز اتوقف معاك عن تصريحات الطوسي المدير الفني للسويس كابتن سيد. طبعا رغم فوزه على الاهلي النهارده 2-1 كان الراجل اتكلم كلام مهم جدا وقال انه احنا لعبنا كصفيصه كفريق عريض وفريق كبير وواحد من رموز او اهم رموز القاره الافريقيه، وقال كده بالظبط، فريق لا يهزم بصعوبه. يعني الطوسي شدد في كلامه على ان الاهلي من الصعب تهزمه، ففوزه النهارده على الاهلي هو مبسوط بيه جدا. الراجل ظهر متاثر بالخروج من بطوله افريقيا لكنه كان فخور بلاعبيه، واكد انه لولا اصطدامه بالاهلي لكان تاهل لنهائي افريقيا. هو شك الاصطدام بالاهلي في استقبال النهائي. طوسي برضه اتكلم على انه فريقه تطور في الفتره الاخيره واشاد كثيرا على كابتن سيد كاسترون المدير الفني للاهلي. طوسي تحدث بشكل مستفيض جدا عن كاسترون وخبراته بالقاره الافريقيه وقال ان هو واحد من اهم المدربين في القاره وشايف انه يستحق الوصول للنهائي واشاد بالعكس الاهلي وخاصه وليد سليمان. تحدثت مع طوسي اثناء خروجنا من المؤتمر الصحفي عن ابرز اللاعبين في الاهلي، فقال لي ببساطه نادي القرن فاكيد لعبته كلها نجوم، لكنه اكد ان وليد سليمان واحد من اهم اللعيبه اللي هو شافهم بالفتره الاخيره. ده كلام جميل. طب قول لي اللعيبه بتاعت الاهلي ولعيبه وفاء الصيف، يعني عايزين ناكد على الموضوع ده الحقيقه، يعني كان بينهم وبعض اجواء رهيبه جدا من الود والاحترام والتعامل الجيد سواء كان قبل اللقاء او اثناء اللقاء او بعد اللقاء على طول يا محمود. ده حقيقه يا كابتن سيد، عاوز اقول لك انه لعيبه وفاء الصيف شاركوا لعيبه الاهلي اثناء الخروج وفي الممرات المؤديه لغرف شارع الملابس، كمان عدد كبير جدا من جمهور وفاء الصيف حرص على توجيه تهنئه للوفد الاعلام المصري ولاعيبه النادي الاهلي اثناء صعودهم للاتوبيس، رجال الشرطه كمان كانوا مبتسمين جدا حاليا انا واقف قدامهم مبتسمين جدا وباركونا واحد واحد بشكل ملفت للنظر. لا الشعور طيب جدا من الجميع هنا خالص سكر. لعيبه الاهلي ابرز رياضيات ما يوصلك للسيد والطلاب اللي كنت قريب منهم لفترات طويله جدا هي الجماعيه في الاداء سواء داخل الملعب او خارج الملعب. يعني دلوقتي رغم الفوز ونشوة الفوز والانتصار لكن لا بتساعد العمال في نقل المهمات ولا نقل المعدات ولا نقل الشرط بشكل رائع جدا، كل الفرحه بتبسو الوجوه. بعض اللعيبه طبعا خلاص بدات تتلقى التهاني على الموبايلات وطبعا بيندمجوا مع اسرهم وزويهم يعني بشكل واضح، لكن الحمد لله كل الامور على ما يرام. قدامنا 10 دقائق ونوصل لفندق الاقامه باذن الله،